طنين ماذا سيقول في الدقائق الثلاثة الأخيرة من هذه المباراة الصعبة العصيبة؟ قتيبة حسبي الله ونعم الوكيل. يعني احنا في أمس الحاجة إلى نقطتين، قتيبة يرتكب الخطأ الشخص الخامس وراح يترك الملعب الآن، ونحن أحوج ما نكون إليه، وما في حد أحسن من حد على حد قول المصريين. يعني زيد الخص أحد أبرز عمدة السلة الأردنية ترك الملعب بعد ارتكاب أخطاء فنية وشخصية، وهذا قتيبة يترك الملعب بعد أن بذل جهد يستحق عليه كل الشكر. وفي الفريق الأردني راح يحاول الحصول على نقاط أخرى بأي ثمن، لكن يرتكب لاعب أيمن يرتكب خطأ مخالفة يحصل فريقنا الوطني على الكرة. وكل الاحتمالات واردة وكل شيء ممكن، لنفقد الأمل. إذا فقدنا الأمل راح نخسر المباراة. الحكم يقول ماكو شيء، محاولة مصطفى جاسم. الجمهور يريد فاول لكن الحكم يقول ماكو فاول. الفريق الأردني يلعب انسايد جيم على بشكل جيد، لكن حلوة يا طبعا. في هذا الخضم اشترك على سليم رزوقي، هي المرة الأولى اللي يشترك هذا اللاعب، يعني لا لعب في مباراتنا مع الأولى مع سوريا اللي خسرناها بفارق 5 نقاط 87-92، وهو يشترك للمرة الأولى. علاء سليم رزوقي ابن اللاعب، لاعبنا الدولي السابق سليم مرزوقي، و يبدو انه الخطا على عمر عامر الذي اخفق في تسجيل من الرمية الاولى. طبعا ما ادري شو القضيه من موقعي، ما شايف شيء. فكرة توما مدرب منتخبنا الوطني يتحدث الى سليم مرزوقي، و محاولة ثانية لعمر عامر للتسجيل من الرمية الحرة بعد أن أخفق الرمية الحرة الأولى. وهنالك وقت مستقطع لفريقنا الوطني، وقت مستقطع لفريقنا الوطني هو الوقت هذا. طبعا الآن هنالك 2:38 ومدرب منتخبنا الوطني يتحدث إلى لاعبينا. هنالك الكثير ليقوله فكرة توما إلى اللاعبين بعد أن خسرنا خدمات 2 من أبرز لاعبي الفريق الوطني، وهما قتيبة عبد الله كابتن الفريق، ومحمد صلاح اللاعب الارتكاز الذي أدى مباراة رائعة سواء أمس الأول أو يوم أمس يعني مع سوريا وكذلك مع الأردن. واللعب راح يستأنف الآن، الحكم يطلق بعض الهتافات طبعا، او الجمهور يطلق بعض الهتافات على الحكام. وهذه السدة الرئيسية، هنالك ترقب كبير لنتيجة هذه المباراة، وما زال في الوقت متسع لمعرفة الفائز في هذه المباراة. 2:38 تفصلنا عن النهاية، وهنالك متسع من الوقت لتغيير وجه المباراة لصالح فريقنا الوطني. نعم ربما قليلة لكنها قائمة على أي وجه. ما أدري شنو الموضوع، عمر بالكاد وصل الكرة إلى السلة، وما أدري إحنا شلون نغلب إذا ضيعنا الفرص السهلة. وهذا لاعب كان منتج جدا في فريق في الفريق الأردني، هذا لاعب الارتكاز اللي هو إسلام عباس، حقيقة أدى مباراة ممتازة اليوم وحلوة يا مؤيد علي وعمر عامر عفوا. نقطتين، 66 للعراق 72 للأردن، 2:04 تفصلنا عن النهاية. يلا يا شباب،
فريق الأردن يحاول أن يستنفذ الثلاثين ثانية طبعا لأنه هو متقدم، وتهديف تنتهي للا شيء ويخسر الفريق الأردني الكرة الآن. ممتازة، هذا يعني موقف دفاع جيد لفريقنا الوطني أيضا، وفرصة الآن مواتية لتقليص الفارق. فارق 6 نقاط، والست نقاط ليست ذات قيمة في إذا ما استطعنا أن نتعامل مع المباراة بواقعية. ممتازة، مناولة نهائية رائعة كانت من علاء سليم رزوقي، لكن بالكثير من سوء الحظ ما استطاع علي مؤيد اسماعيل ان يلعب، لعبها الى السله لكن مع الاسف لم تنتهي بتسجيل نقطتين، كانت حقيقه اقرب منها الى الخيال. وهنالك لاعب على الارض، لاعبنا علي مؤيد اسماعيل، يترك الملعب متأثرا بالإصابة. إن شاء الله ماكو شيء، سلامات يا علي. حقيقة مكسب هذا اللاعب لمنتخبنا الوطني، الحمد لله أنه إحنا يعني ربما تكون هنالك إخفاقات، لكن هنالك حقيقة جيل من اللاعبين يولد من النجوم حقيقة وليس من اللاعبين. مصطفى جاسم يحاول إيقاف اللاعب عابدين، لكن الإيقاف جرى بشكل غير قانوني، ووقت مستقطع يطلبه مدرب منتخبنا الوطني الذي ما زال متأخرا بفارق 6 نقاط. هذا هو المدرب فكرة توما، وهؤلاء لاعبينا الذين يحاولون التقاط الأنفاس قبل الحصول أو يعني من أجل أن يستثمروا الوقت المتبقي اللي هو دقيقة واحدة و27 ثانية حتى ربما يكون هنالك أمل لتحقيق فوز. وهذا اللاعب المصاب علي مؤيد إسماعيل يتلقى العلاج، سلامات علي. لاعب مريد خسرك إن شاء الله، سلامات. عفوا. وهذه لوحة التسجيل كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، فريقنا الوطني متخلف بفارق 6 نقاط، 66 له و 72 للأردن قبل دقيقة واحدة و 27 ثانية على النهاية. لاعبونا يعودون إلى الملعب والكرة في صالح الفريق الأردني. اللاعب عابدين متر 85، مواليد عمان 1987. كرة في السلة، لاعب حقيقي صانع لعب ممتاز، سجل 13 نقطة في سلة الفريق الإيراني وهو ليس بالأمر السهل، وها هو يسجل من الرمية الحرة الأولى. والثانية بعيد عن السلة، هجوم سريع لفريقنا الوطني. عمر عامر، علي عبد الله، هنالك خطأ شخصي وأظن أن علي عبد الله سيقوم بتنفيذ رميتين حرتين. طبعا مهم جدا أن نكون قريبين من رصيد الفريق الأردني، يعني إذا حقق علي النجاح في الرميتين الحرتين المقبلتين يعني راح حقيقة يكون لنا أمل أكبر في المواجهة. والحمد لله أنه هاي السلة الأولى أخذناها. يلا يا بطل، لاعب عصابة ممتازة وينجح في التسجيل من الرمية الثانية ويقلص الفارق إلى 5 نقاط. والكرة إلى الخارج، يحصل فريقنا والحكم يقول خطأ شخصي على رقم 7 اللي هو مصطفى جاسم. الكرة خرجت إلى الخارج لكن الحكم يقول خطأ شخصي مصطفى جاسم، والخطأ يستوجب قيام الفريق الأردني برميتين حرتين. اللاعب رقم 8 خلدون يعقوب، متر 98، مواليد عمان 1983. الكرة الأولى في السلة، سجل 5 نقاط في مباراة الأردن الأولى مع إيران، طبعا ما يشترك بشكل
دائم وحلوة يا علاء. سليم رزوقي خطف الكرة بوقت مناسب، وتيرن اوفر غريب عجيب للفريق العراقي، ومع الأسف هذه الأخطاء ترتكب في وقت أحوج ما نكون إليه للاحتفاظ بالكرة والمحاولة للحصول على موقف جيد للتسجيل. وهذا علوش يحاول يمر ويحصل على حق تنفيذ رميتين حرتين، 76 للأردن، 68 عفوا للعراق قبل 45 ثانية و 19 ثانية على نهاية المباراة بأكملها. علوش على خط الرمية الحرة الأولى في السلة، ممتازة يا علوش. 69-76 والثانية في السلة أيضا، ممتازة يا بطل. 70-76 وضغط على لساحة كاملة على الفريق الأردني، وتأني وصبر للحصول على المزيد من الوقت والفرصة. وحقيقة نجح الفريق الأردني في تمضية بعض الوقت، والآن هو هذا اللاعب على خط الرمية الحرة، اللاعب رقم 11 اللي هو وسام السوس، وسام يضع الكرة الأولى في السلة ويوسع المسافة بيننا وبين الأمل الفوز بهذه المباراة بنسبة عالية جدا. الثانية ترتد من السلة إلى يد علاء سليم رزوقي، علي عبد الله، علي مؤيد، أو هذا عمر عامر، وعلي عبد الله من بعيد، وثلاث نقاط، ثلاث نقاط تقلص الفارق إلى 4 نقاط قبل 17 ثانية، وشيء من الأمل للفريق العراقي، شيء من الأمل وليس الأمل كله طبعا. الفريق العراقي يوقف الوقت، خطأ تكتيكي قبل 16 ثانية وعشرين ثانية على نهاية المباراة بأكملها، والفريق الأردني أعصابه طبعا أفضل كثيرا من أي وقت من أوقات المباراة التي كان متخلفا فيها على مدى الثلاث أشواط والربع الأول من الشوط الأخير. وهجوم سريع لفريقنا الوطني، ومالك فالح إلى السلة، ممتازة، نقطتين حلوة، 7 ثواني تفصلنا عن النهاية، وخطأ شخصي والفارق يتقلص إلى 3 نقاط فقط، 75 لنا و 78 للأشقاء قبل 7 ثواني فقط على نهاية المباراة. الخطأ الشخصي حقيقة ارتكب بوقت جيد جدا وبتصرف صحيح 100%، لأن حتى نوقف الوقت على أمل أن يخفق هذا اللاعب في التسجيل من رمية أو رميتين. الكرة الأولى في السلة، وهذه الرميات الحرة وهذه أهميتها. وسام السوس، ثانية ترتد من السلة إلى يد علاء سليم، علي مؤيد، ويروح إلى السلة، لكن علوش راح إلى السلة، لكن الكرة ارتدت من السلة، ولكن حصل على حق تنفيذ رميتين حرتين، لن يكون هنالك جدوى منهما حتى وإن نجحتا. ممتازة يعني 15 ثانية تفصلنا عن النهاية، وعلوش نجح في تنفيذ رميتين حرتين وخلص الموضوع، و 15 ثانية ليس لها أي قيمة، يعني ما أعرف شنو، ليس في كرة السلة فقط وإنما في أسلوب الحياة. وعد ما يمس لاعبنا الكرة يكون الوقت قد انتهى، وعزة المشاهدين رغم أننا نعم.